ويلي وين أظني أبوني شالو جافا هذيك المرة سمعت كلامك وضحك بنتي، والمرة اللي عقبها سمعت كلامك وضحك الأيتام في مزرعتهم. هو إيش بقى هذه الكرامة؟ لا تقولي لي عقبها مرة ثانية سيري عند غيث. بنتك خليها في بيتك أم فاضل، إذا ما تقدرين تطعميها أنا قادرة. وإذا وصلني شرهم؟ إحنا ما قليلين عنهم، لا تضرهم سكتتنا عنهم طول المدة اللي مضت. بس هذا يسمى شر. الشر مرحبا به. لا مرحبا بالشر يا مزاهد، مرحبا به. وبعدين لا تقولي لي ام زاهد، قولي لي موزة بنت التاجر العود. ولد العم، بشار يا ولد العم، بشارة. بيت مخزوم واقف على رجل، والمريل يغلي يغلي يغلي. أنا ما بيسامحني لو تبعت شورك. فلاح بعيد يا غيث، بعيد، وهذا شان عائلتنا، لازم يكبر، لازم يكبر. فكر فكر وانا بروح اشوف المريل وين وصل، وين وصل. هينك يا فلاح، هينك. ناقم، هين ناقم عبد الحميد؟
كلامك روعتني. انا جاي اقول لناجم الى متى هالدمار؟ ايش اللي ناويين يسويوه في الحاره وفيك انت يا شيخ؟ كيف كيف؟ وانا طالع من مجلسك شفت ناجم واقف مع ضاوي ويتكلمون في امور المشيخه اللي ما عاد تليق بك يا شيخ. والحين كيف؟ لازم لازم امشي الغيث عسى بيرد لعقله. هاي لا خليهم زاهد، ضيعت عب ولدي عابد وفلاح علشان الغل اللي يعصر قلبها. اي غل؟ مزاهد اكيد سمعت الكلام اللي قلت لك اياه. بس كيف عرفتي؟ ايش اقول لك بس؟ شفت في عيون موسى لمعت الحقد القديم. عاد غيث وجماعتي تريون مشيتش لهم من الله. عيب، ايش تبيني اسوي يا بنتي؟ ايش تبيني اسوي؟ تبيني اشوف الغلط قدامي واسكت وما اقول شيء ولا اتحرك؟ ما اقدر، ما تعودت يا بنتي، ربي بيحاسبني، ما اقدر. يا ناجم، ناجم. نعم 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 يا شيخ. ها فكرت؟ لازم بتفكر، لازم. السالفة فيها عز عز يا غيث، عز يا عبد الحميد. عبد الحميد. نعم طال عمرك. هين يا جماعة موجودين؟ خليهم يملحوه زين، يسووا له 5 تمنان ملح، وإذا ما كفى بهار ملح يسووا له. إن شاء الله طال عمرك. ما شاء الله ما شاء الله، شارين سمك كان عاد ولا سهوه؟ أظن يذر. زين زين، كثروا من الملح، كثروا لا يخيز. شلو شيخ، شلو يا شيخات. سر المظلوم وش سويت يا عبد الحميد؟ سويت يا عبد الحميد؟ خلوه شيخ من الضرب، مسود الويل. سامحني يا التاجر عابد، انا كنت ما عارف الموضوع، بس تراها هي دره، واباك تحافظ عليها وتحطها في عيونك مثل وصيه ابوها الله يرحمه. بالنسبه للمحصول طرش العمال، خلهم يحملونه من المزرعه، واذا ما عندك المبلغ اعتبره هديه لبنت صديقي العزيز الله يرحمه. ما قصرت ما قصرت يا عمي، الله يخليك ما قصرت. سامحيني يا بنتي، انا كنت اريد احميك، وصيه ابوك الله يرحمه، لكن لما عرفت السالفه خلاص الحين توكلي، وبيتك واغراضك كلها في حفظ الصون، محفوظه باذن الله، واي وقت رجعوا من عمان تبوا تجونا البيت موجود. سلم على عمان كثير السلام، وقولها ترى اهلك ما نسوكي. ان شاء الله. وابوي الربيع يا جماعة، ما يستوي كذي، غيروا بدلوا، هذا شيخنا الجاي. يا جماعة، حشافني ضاوي هذا المبغوض هذا. ضاوي ما حد ضاوي، ما حد ضاوي، ضاوي ماشي العمرة، العمرة. اللهم لا شماتة إلا في ناجم،
بصراحة ما مصدقه إن غيث بياخذ لنا حقنا من ولد عمه. وهيش دراك إن أخذ لك حقك مني؟ عيل ليش غسل ظهر ناقم غسل بما إنه هو شيخنا وعرف إن ولد عمه غلطان في حقنا؟ كفى الله المؤمنين أشر القتل، نعم بالله. كنتي خايفة من شيء أكبر؟ لكن الله ستر. هاليومين حسيت بشيء غريب بينك وبين أم زاهد، قولي لي شو السالفة. علمي علمك، كأني أشوف موزة، موزة بنت الدائرة العود. تتذكري موزة بنت الدائرة العود؟ خير خير ان شاء الله. ايش اللي صاير؟ حمته قاعده تولد. يلا خري خلي احنا ندخل نشوف ايش شغلهن. اي ولد تو هذه متى حملت؟ الله يطلع برا. تكم بعد ارفع صوتها بعدها، ما افلح الحين بحصاه. ابوي رحيمه، ابوي روحي شوف ايش اللي صاير داخل. لا 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 رحيمه ما تصير، انا بروح. انت جلسيني. ها انا بدخل بعد. وين بتدخلي انت بعدك صغيره ما تعرفي؟ انا ما صغيره، انا عندي زوج عاد. جلسيني جلسي. رحيمه ايش هذا اللي في ايدك؟ ها زين انك ذكرتني يا عبد الحميد. اسمعني، هذا حرز وجايبت لنا مخصوص عشان يخفف عن جميله. صدق ما عندي شغل، خايف وحالتي حاله. من ايش اخاف؟ انا لازم ارتب عمري واعرف كوعي من بوعي، والحمد لله انا عارف ان كوعي هني وبوعي هني. وسعادتي هناك. راح لي هنا. يا رحيمة يا رحيمة. ما سمعنا صوت الياهل. والله وطحت في ايدي يا ضاوي. حرز حرز. زين يا ضاوي انا براويك. حرمتك طلعت كذابة، لا هي حامل ولا شيء. خبرت الحريم سبي سترن عليها. زين كلك زين زي سويت؟ ها يخوف كله مني. اسمش صدقت هي شمسة وعندش حق يوم قلتي ندوة جميلة عند معابد. حبيبتي انا مبوني عندي حق وكل الحق بعد. من سمح لك تنبشين اغراضي؟ ما بغيت اقول لك وما اعطيتني ويه. وين خليتي؟ اعطيت اختك جميله وقلت لها هو هذا الحرز اللي بينفعك. وابوي لحقونا يا اهل الحاره لحقونا. ضاوي مات مات. الله يا الله. ما تشوف شر يا عمي، ما تشوف شر. والله ما تشوف شر. استريح يا عمي استريح.
يلا ان شاء الله الضرب فيني ولا فيك يا عمي. اللهم قالعين عينك. ان شاء الله الخيازرين في ظهري ولا في ظهرك يا عمي. يلا ترى غيث ابسه طلع يكرهك، والناس اللي يتشمت واللي يقول استاهل. انا الوحيد يا عمي، انا الوحيد اللي اجاحد عنك حتى اسالهم. اقول عمي شي عندك قرشين يلين الله ييسر الامور. عمي رقد يا عمي رقد، معذور ما بلوح بلح. اروح اشوف لي حد ثاني يقرضني. ما راح تطلع لما تقول يا شيخ هالشي عندك. قالوا لك حرز. واللي سلمك يا باوي عطنا الحرز، انا على الله وعليه، هذا املي الوحيد. كان ودي يا اختي، لكن هذا ما ينفع. وش دراك انه ما بينفعها يا بابا؟ يا بابا عطها اياه وريحها. الله يخليك يا بابا، واللي يسلمك املي عهد، واللي يسلمك. باوي باين عليه هالحرص واجد خاوي، علشان كذي يضربون عليه. أقول رحيمة، من وين جبتوا هذا الحرز؟ أبي أسوي شرواه. راغي عليك يا ضاوي أبني، يا الله قومي يا جميلة، قومي نصلي لنا ركعتين وتعوذي من إبليس. جميلة لحقونا يا جماعة، لحقونا، سووا شيء. سوا الله معابد. جميلة حميتي مسكينة وايد تعبانة وخفت موت، والسبب تعبت معابد. اشي ما تعالي معاي شوفيها، وداي لها دعوة ترد لها روحها وتسعدها. عمتي أضمالها السوالف المريضة، وخلي جميلة تعوذ من إبليس وتذكر الله بنية خالصة، وقولي لها ترضى بنصيبها والرزق بيد الله، مو بدعوة معابد. إذا ماتت جميلة حبها في رقابك. طلعي برا بلا سوالف الجاهلة هذه، يلا برا. أنا باي معاك يا رحيمة، حرسيني. خذي رحيمة، هذه كرامة تشربيها جميلة على الريق، يلا تعقبنا العافية. إن شاء الله خالتي. معروف إيش ما بنسى يا أم زاهد. هالمعروف خلاني أجي بيت عدوي بلا تفكير. إن شاء الله ما بتكون العداوة مكان بيننا، إن شاء الله. شمسة يلا خلنا نروح. لا أم زاهد ما ينسى، أنا بنام هنا. عيل يلا لا تنسين، ترى بكرة النذر العصر. إن شاء الله خالتي، إن شاء الله على أمرش. يا أم زاهد والله ذكرت زمان أول ورقعتي، بس فادي أعرف يا ترى إيش السبب. يا الله برزق الحلال، يا الله يا رب يا رب، بعدها الشمس ما طلعت هاي الإنسانة تلوب. يا الله بصباح الله عن صباحك. يا حال عمرك، تعال ما عندك خبر؟ حرمة عبد الحميد ما قالت إنها حامل؟ لا طلعت لا حامل ولا عندها خبر البر، حتى على أم زاهد كذبت. يلا سيري خليها ترزق الله. يلا والله أنا اللي مسويت لك طولة، ولا أنت ما تستاهل البر. أذيك الدرب خطبي. عمي خميس نعم ولدي. تقول أبويا وأنا أطير سكر. فين الغوازي؟ يلا وظهري. من؟ صابر
صابر على بلواي. اقول الشيخ الشيبه الشيبه. يلا 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 لا تقول ذي الكلمه. قول لي ناقم ناقوم اي شيء. كلمه الشيخ لا تقول لي هذه الكلمه. ما جابت اللي غير الضرب. هو عاد ما ضرب ضرب تعور. اي والله اي والله حد يضرب على الضروس. كسر لي ضروسي. الله يكسر لي ضروسه. با 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 باره موجود. قوته موجوده من اكل السح والسمن. با 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 اقول صابر هل صاحبك العين ما شافت ضاوي مسكين. اخته مريضه يقولون بادي تستجن. اقول عمي شي عندك قرض ابغى. الشيمة كان فيك شيمة. انت ما تشوف الحالة اللي انا فيها. هل هلا فيني هل هلا فيني. زوجتي زعلانة ورايحة بيت امها وبيتي ما في اكل. اقول صابر امشي بيتكم جيب اللي غدا. ها شيخ ويطلب غدا. اول مرة اسمعها. يا محمد يا محمد لحق علي. انا لحق علي يا ابني. سامحيني مفاضل كنت لاهيه شويه. يا ساقره في صدر بنت اخته خميس اليوم بتطلع من الترك. ابوي علامك. ولدي ولدي فاضل. علامه زاهد زاهد طرده من شغله. تكبر عليه شاف روحه والتجار. ولدي بيدار عنده. زاهد وا زاهد زاهد وابوي ده هذا علامة ننادي وهو خبر خير. زاهد زاهد خالتي نحنك ما تسمع. خليها. ما بترد فاضل للمزرعة؟ ما برجع. زي تشطر وقول لنا هالحكي. اللي محتاج خليه هو يجي. أبوي بح صوتي من كثر ما أنا همك وانت خبر خير. علوم أي خالتك مفاضل يا واقفة عند الباب تبى تشين فيك. دخلي 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 مفاضل. باين تعرفوا ليش طرد فاضل؟ بطرده من المزرعة وأنا حر كيفي أشغل اللي أريد. بس يا ولدي إذا فاضل يعني غلطان ولا أنه مقصر في شغله بزين سويت يوم أنك طردته. بس إذا عاد ما شمنه الظلم ما زين. فاضل يديب يقعد علي ومعابد وعلى أخوانه وإحنا حيلتنا على هالبيز اللي يطلعها من ذا الشغل. الله يخليه يا معابد. أترقاز قولي لا خلي يرد ولدي. كيف عاد الحين تبايك لين هنا ولا انك بتفرح امه بردة المزرعة؟ خلي يرد وخبري خلي سامحني ما كان قصدي هو. سلامتك ألف سلامة يا شيخ ناجي. تبى الصدق ما عندي خبر غير اليوم. مصدقينك مصدقينك انت رجال ما تكذب. زعلان علي؟ هين هين مشيت وخليتني بروحي. تبى الصدق يوم شفتك مربط طارت حمامة روحي. قلت احسن اسير بعيد وارجع سالم. مقبول يا يا يلا مقبولة منك مقبولة يا ضاوي. يقول المثل ترى صاحب السوق ما يبات خسران. جلس جلس. بس شبعت هنات. قلت لك جلس. جلسنا. هيش عندك؟ بسألك من اللي خبر علينا؟
يوم فكرت ما لقيت غير عبد الحميد. لا 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 لا, لا. ما ظن ان عبد الحميد بيسويها. خلاص عبد الحميد صار انسان جديد غير اللي نعرفه. كيف؟ اسمع يا ناكم اسمع، انت لازم تتحرك يا بني آدم. انت ما تفهم؟ اقول لك عظامي مكسور وتقول لي تحرك؟ يا أخي قاوم كل آلامك وامشي قدام صوب العز يا ولد الشيوخ. إيش عليك؟ أرملة مخزوب هي اللي تعالج حرمتك. ما تخف إن شاء الله ما تخف. لا تنسى خبرة بنت التاجر العود القديمة. لكن نادم عابد تحسبها بتسكت على اللي تسوي شريكتها؟ هذه رافعة شراع العلم، وهذيك رادة للشيفات وشغل البصارات. لكن عاد تشوف هذا المسود الوجه، هذا نادر يتعاون ضدي مع فاوي. غمي عليك غمي عليك. ايه يا الحميد هين تصحي مشي عني. الشيخ غاث الشيخ غاث الشيخ سالم. علام الشيخ سالم جايب لكم سؤال. وقوفكم يا غيث. اليرام من هالحارة يا غيث. الحين عرفت ليش ما طايعين تتعاونوا معنا عشان نصطاده. لقينا خنقرين من خناقرنا مع المساعدات اللي جتنا من عندكم. لا 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 ما صدق الكريم اللي راح بتبه الحارة هو اليرام. انت يا حاج مرزوق، لكن ليش ولا من هين لضاوي هذيك الراية؟ ما حد بيرد علي. هذا يومك يا عبد الحميد، طهر حياتك وخلص الناس من شر الإيرام وأتباعها. أكلم الجدران. اسمعني يا شيخ سالم، أنا بقول لك من هو الإيرام. بس بس تسمعني زين إلينا خلص كلامي. أنا ولد عم الشيخ ما يدخلوني معهم في المجلس؟ إيش يقولوا من ذاك الوقت؟ إيش؟ يا ويلك إذا جبت اسمي في الطاري عبد الحميد. يا ويلك. يا فلاح ما اقدر على هالمصايب وانت بعيد. تعال يا اخوي تعال انقذني، ترى قلت حيلتي. غيث حتى لو كانت مشكله صغيره ولا كبيره، صاحبك سالم هذا ما يتعدى علينا بهالطريقه. حصل خير حصل خير يا ناجم. خير؟ والخوف اللي أصاب الناس؟ بعدين خميس خميس كيف تدخلوا وسطيتكم وأنا ما تدخلون؟ يعني أنا ما ولد عمكم؟ جيد خميس ما كانت محسوبة، لقينا وسطنا بالصدفة، لكنه رجال موزون وراعي وقفة. ولو بس ما أبدأ عني أنا. يا ناجم يا ناجم قلنا لك المشكلة انحلت. يلا الحين يلا روح بيتكم علشان غيث يرتاح. ارتاح؟ انا ما برتاح الا برجعة فلاح.
السلام عليكم. وعليكم السلام. باوي الله جابك، بتسمع اخبار طيبه اليوم، بتفرح خاطرك ان شاء الله. ايش انت تسوي فيه؟ خير يا عمي خير. هذا النغز امين تو البارحه واصل المحمله وعنده اخبار طيبه عن حامد. قول له قول له يا نغز امين، قول له عن حامد. يا جماعه باين عليها اخبار دسمه، بسرعه بسرعه خبروني عنها. معقوله مرزوق اسمك باوي يكون هو الايران او النوخذ بدر؟ هذا الكلام اللي قاله خميس يعني واحد منهم هو الإيرام، وهذا الكلام قلناه للشيخ سالم. الحين الموضوع سر إلين ما نكتشف الحقيقة ونخلص الناس من شر الإيرام. من؟ ما تعرف حسي؟ خفت ها؟ انت ما تخوف يا ضاوي، بس عد ايامك في الحارة. وشيت بي؟ رد علي، وشيت بي؟ لا تحرق عمرك بنار انتقامي يا عبد الحميد. لو كانت البينة بإيدي ما لقيت نار لانتقامك يا ضاوي. ربك الأكرم الذي علم بالقلم عن شمشم شمشم. اليوم ندر مع الجميلة يا الله يا صاحب الخلص الصالح. اليوم ندر ندر. يلا 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 إحنا إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت أن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت أن السلام عليكم. السلام. تو تهيش تسوي في ذا الشايف في حالهم؟ اشوفهم شابين نار؟ تقدر تسكتهم بكلمه واحده. تو الشور شورك ولك كلمه مسموعه كما مدفع رمضان. هذا انت؟ شاهد على الواقعه المذكوره؟ وباللي يرضي ضميري. اقول تاجر زاهد. ريولك ما تطب المزرعه. انا يازع عنك وعن مزرعتك. يازع عني ها؟ من كذي تحوط الحارة تتسلف وتطلب من الناس. زاهد أباك بسالفة. لا تقولي سلف ومحتاج وهل هلا فيني. خلك مني، أنا ما بطلب شيء إلا لصالحك. معناته تبي شيء؟ أمس لقاني تاجر كبير من الولاية وعنده بضائع من الهند والبصرة وزنجبار، ويبي حد يوزع لي إياهم في أسواقنا. عاد أنا قلت ما حد غير التاجر زاهد. يلا قلب وجهك، أنا شايفي شغل وتعب ما أحبه. يلا صبر، أنا بعدني ما خلصت كلامي. بشروا، لقيتوه؟ لا ما لقينا. لا حول ولا قوة إلا بالله. هين مشي هالريال؟ هين طص؟ لا غبت يا غير، غبت.
طلبنا مهلة وقوضت اليوم المهلة. ايش اسوي يا ربي؟ ايش اسوي؟ عن اي مهلة تتحكى؟ ها؟ لا لا ماشي ماشي. يلا انت روح بيتكم. ما هين مشيتي؟ تعرفيني بسرعة اشتاق لك. ها طول عمرك ملاقة، تبين تعرفين من هين جاية؟ ما مشتاقتني؟ لا مشتاقت لك، وأحبك كبر بيتنا، لا كبر الحارة. يلا ومن كبر الحارة حتى ما ترسى العين. بس انتي ترسى عيوني. قلت لك ملاقة وتملحين الكلام ملاح. ما زاد ما هقيتها منك. نعم اني ما هقيتها منك، كان عاد اخرك بيت العلم جهاله وظلمه. تقدرين توقفين وتطرين العلم قدامي؟ اي علم؟ وانتي لافه عمرك 35 سنه بكذبه، ولا تسمين الكذب علم؟ انا اكذب؟ ودعوتك انت صدقتوها وانت اللي سكتتي. كنت اعترق اعترق في اليوم اموت الف مره. نذرت عمري، نذرت عمري احارب بالكذبه، وقدامك قدامك كنت ارد الناس والحاحهم واصرارهم، وقدامك كنت اقول لهم ان ربي وربهم واحد، وما اقدر ما اقدر اتكرر على هالواحد واقول اني باستجابه الدعوات. بس كذبتك سوت لك قيمه، وتبين تغاديني بقيمه من ورا اللي سويتي بجميله اليوم. اختك مريضه وانت هايت من البارحه؟ اصبر قبل ان تدخل طرش حد يشوف عبد الحميد. عبد الحميد؟ عبد الحميد ما حد شخيثي دوره ما لاقنا. وين مشى؟ ايش دراني؟ زين ادخل سلم على اختك على الاقل. هذه اختك يا ضاوي، وتنشد عنك مناشد. تعجبيني اللي سماك رحيمه ما غلط البر. خفي صوتك شوية، خفي صوتك على حد يسمعنا، خفي صوتك. ما يسمعنا الناس رقاعد، بس انت قولي هجم لي بنك هالوقت. ما قدر تصبر، ما قدر تصبر. ايش ما؟ اولا خدي هذه الكتب اللي عطيتيني اقراها. انا خلصت من قرايتهن كلها، والحين عاد اباش تعطيني كتب غيرهن علشان اقراها ان شاء الله. لحظة شوية، لحظة شوية، ما خلصت. زبول. ثانيا انا عندي لش خبر مهم. هلا اقول الدهدئة. ثالثا انا بصراحه جوعان، وصار لي كم يوم ما اكلت، ما بتنسخ الا لما تجيبي لي اكل. يلا يا علي جوعان، عارفك مستقطع، ان شاء الله تويب لك اكل. حرصني انت شوي شوي.